تجمع مصر والجزائر علاقات وطيده وقويه وراسخه عبر التاريخ حيث شهد تاريخ الدولتين دعما غير مسبوق ومسانده في الشدائد بشكل كبير وشهدت العلاقات السياسيه المصريه الجزائريه تحسنا كبيرا عقب ثوره يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر والذي اختار الجزائر لتكون وجهته الاولى بعد انتخابه. يحكم العلاقات المصريه الجزائريه ارث تاريخي من الدعم والمسانده المتبادله فقد ساندت مصر الجزائر في ثورتها العظيمه للتحرر من الاستعمار الفرنسي في عام 1954 وقد تعرضت مصر لعدوان ثلاثي فرنسي إسرائيلي بريطاني عام 1956 بسبب موقفها المساند لثورة الجزائر ولم ينس الشعب الجزائري أبدا أن مساندة مصر لثورته قد تواصلت بعد العدوان إلى أن حصل على استقلاله الذي دفع فيه ثمنا باهظا من دماء أبنائه تجاوز المليون شهيد وفي المقابل لم ينس الشعب المصري أبدا للجزائر وشعبها والرئيس أنذاك هواري بوميديان وقفته العظيمه الداعمه لمصر سياسيا وماديا عقب 67 وهو الدعم الذي استمر بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر وتواصل حتى حرب 73 والتي شاركت فيها قوات جزائريه وكانت الجزائر ثاني دوله من حيث الدعم خلال حرب 73 فشاركت على الجبهه المصريه بفيلقها المدرع الثامن للمشاة الميكانيكيه وترتبط مصر والجزائر بمساحة كبيرة جدا من المصالح المشتركة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكانت الجزائر هي أول دولة يزورها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن جاء إلى الحكم بعد انتخابه في يونيو في عام 2014 الأمر الذي أدى إلى حدوث تطور إيجابي كبير في علاقات البلدين وفي اطار التشاور المستمر يحرص البلدان على دفع مسار العلاقات الثنائيه والتنسيق المشترك لمواجهه التحديات التي تواجهها المنطقه ومتابعه كافه قضايا الامه العربيه والتطورات الجاريه على الساحتين العربيه والافريقيه وفي مقدمتها القضيه الفلسطينيه والوضع في العراق وسوريا واليمن والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي في الدائره العربيه والاسلاميه والافريقيه كما تعطي الدولتان اهميه بالغه لمواجهه واجهت الجماعات الارهابيه في تلك المرحله الفارقه من تاريخ المنطقه علاوه على التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتحرك سواء على المستوى العربي او الافريقي